وللوقوف عند مساعدات منظمة أم القرى للنازحين ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. دكتور محمد، سلام الله عليكم. بداية، هل حدثتنا عن تفاصيل هذه الحملة الجديدة التي قامت بها منظمتكم وأي المناطق تم استهدافها؟ تفضل. حياكم الله، مرحبا، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. في الحقيقة بعد وصول مناشدات والاطلاع على العوائل النازحة في محافظة الأنبار في منطقة الحبانية المدينة السياحية، نظمت المنظمة حملة إغاثية مكونة من السلات الغذائية التي شملت 400 عائلة نازحة، وتوجهت الحملة إلى المدينة السياحية في الحبانية، حيث نزحت هناك العديد من العائلات من مناطق غرب الأنبار، من مدينة عانة ومن القائم والمناطق الغربية في غرب الأنبار. وفي هذا المخيم يوجد هناك مخيمات كثيرة، في حصارة يعني التوزيع كان في مخيم التاسع والمخيم السابع، يضم أكثر من 300 عائلة نازحة. وكان هذه المواد الغذائية العاجلة والسريعة لهذه العائلات. وهناك طبعا نعم دكتور، مناشدة وصلتنا أيضا من مناطق في الكيلو 18، والمستمرة إن شاء الله المنظمة في تسيير هذه الحملات في المناطق في محافظة الأنبار. دكتور، دعمتم القطاع الصحي في المخيمات، لكن مع بدء العام الدراسي الجديد كيف لمستم واقع المخيمات؟ هل هناك بدائل لديكم لاستيعاب الأطفال الموجودين وبالتالي إدخالهم في المدارس حتى يتسنى لهم أن يقوموا بالدوام في العام الدراسي الجديد؟ بالتأكيد أن المنظمة كان لها جهود يعني متميزة الحقيقة في العام الماضي، حيث يعني جهزت طلاب المدارس من النازحين في المدارس التي نظمتها المخيمات هناك، جهزتهم في بالملابس المدرسية والحقائب وغيرها. فإن شاء الله نحن هذا العام أيضا مستعدين لمتابعة حاجة الطلاب بعد العام الدراسي الجديد أيضا، وتجهيزهم في المستلزمات وفي ما يحتاجونه مع بداية هذا العام، وإضافة إلى كل يعني الحاجيات الأخرى من المواد الصحية وتجهيز المختبرات والمواد الطبية. والمنظمة مستمرة في متابعتها لحاجة النازحين في مختلف المناطق وفي مخيمات النزوح ومدن المحافظات الأخرى. دكتور محمد، من خلال حديثكم مع النازحين، يعني ما المطلوب اليوم لتحسين أوضاعهم؟ هم أكثر ما يحتاجونه طبعا في موضوع الغذاء والمياه الشرب والدواء، يعني هذه حاجتهم الأساسية واليومية التي هي يعني تبقيهم على قلب الحياة حقيقة. في مناطق يعني يعني لمسنا يعني قلة وضعف المتابعة، أو في مناطق مثلا في الكيلو 18 في الأنبار، هذه المخيمات العاجلة أو التي تشهد نزوحا حديثا مناطق غرب الأنبار، حيث هناك تجري العمليات العسكرية. فهم يعني حتى بعضهم يعني يفترشون العراء حقيقة، ولا يوجد لهم حتى أماكن وخيام أو فرش للسكن فيها. فهذه يعني هناك مخيمات وهناك بحاجة إلى مساعدات عاجلة، ونقوم نحن بعض المحسنين من أهل الخير في تقديم ما يمكن تقديمه في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها. الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، شكرا جزيلا لكم.